الله يسعد اوقاتكم احبابي. اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير وجبه كتير كتير سهله وبسيطه وبدون لحمه، وبتتحضر معنا بعشر دقائق واقل كمان. وجبه كتير طيبه، وجبه الفاصوليا البيضه. عنا اول شي فاصوليا مسلوقه، بندوره، بقدونس، ملعقه طعم زيت زيتون، ملعقه طعم زيت نباتي، نص ملعقه صغيره ملح، نص ملعقه صغيره كزبره ناعمه، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، ربع ملعقة صغيرة كركم عقدة صفراء، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة فلفل حار، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، وحبة ثوم ناعمة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط الزيت بالطنجرة، نعم حبة البندورة، نعمنا حبة البندورة، بحط البهارات والثوم، وبقليهم مع بعض على الغاز. بعد حوالي دقيقة من كف الطريقة، ضيف ملعقة صغيرة صلصة بندورة، دبس البندورة، نص كوب صغير مي، بتركن يغلوا مع بعض. بس غلوا حوالي دقيقة مع بعض بنحط الفاصوليا، بنخلطهم. بغطي الطنجرة وبتركهم يغلوا مع بعض حوالي 3 دقايق. بعد مرور 3 دقايق على الغليان صارت عنا الفاصوليا بهيدا الشكل. برش البقدونس، هيدي الوجبة صارت جاهزة، هيدا الشكل النهائي. بنطفي الغاز، هيدي الوجبة اللي عملناها أنا وياكم بوقت كتير بسيط بأقل من 10 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.